متعطش للاصلاح ديال بلادو، باغي بلادو تصلح. اليوم الحضور ديالكم هو اشاره بان المواطن المغربي جد واعي وفاهم، وما نقدروش نضحكوا عليه. المواطن المغربي اليوم انتم جزء منه على درايه بكل بقاع، مستعد يتتبع، مستعد يسمع. حزب التجمع الوطني الاحرار باقليم زكريت ملول نظمت تنسيقيه الاقليميه للحزب لقاء تواصليا حول الحصيله الحكوميه 30 شهر من الاعمال. الحصيله التي كانت جد ايجابيه ولقاها رئيس الحكومه قبل ثلاث اسابيع بقبه البرلمان. الاكيد اليوم الحصيله تم مناقشه دابا بمدينه زكان، وقفنا على الايجابيات والسلبيات، كذلك ناقشنا نطاق الاستثمار والاهميه ديالو في تفعيل مفهوم الدوله الاجتماعيه وتنزيل الاوراش الملكيه. كنقولوا دائما باللي اي استثمار واي تنميه حقيقي خصها موارد، واليوم المنفذ لتحقيق هذه التنميه وتنزيل المفهوم الحقيقي للدوله الاجتماعيه مر عبر تعبئه موارد مهمه. اكيد بان النطاق الوطني للاستثمار والتنزيل ديالو بجميع الايجابيات ديالو بجميع النقاط، خاصة الوضع أسس قوية لجلب المستثمر الخاص سواء كان وطنيا أو أجنبيا من أجل تحقيق تنمية حقيقية والدفع بالعجلة الاقتصادية إلى الأمام. الأحرار اليوم أقوياء، حققوا مجموعة من المكتسبات وباقي غادي للأمام إن شاء الله، في انتظار أننا نكمل الولاية. ومن هنا نهاية سنة 2026 يكون حققنا جميع الوعود الانتخابية التي عقدناها مع المواطنين. نحن جد واثقون في الحكومة، واثقون في رئيس الحكومة، واثقون في الكفاءة ديالنا، واثقون في رؤساء الجامعات، كذلك رؤساء الجهات ورؤساء الأقاليم. لدينا فريق قوي، لدينا شعار هو المعقول. نتمنوا التوفيق والسلام عليكم. السلام عليكم. احنا اليوم في اطار ندوة التواصليه اللي نظمها المنسق ديال حزب التجمع الوطني الاحرار في انزكان، واللي هو رئيس الجماعه الترابيه ديال انزكان. هذا الحشد الجماهيري اللي حضرتوا ليه اليوم يبين على الثقه اللي دايرينها المناضلين ديال حزب التجمع الوطني الاحرار في حزبهم العتيد وفي الانجازات ديال الحكومه. حنا اليوم جينا باش نهضروا على الانجازات ديال الحكومه، خصوصا انها حكومه اجتماعيه نجزات بزاف ديال الاوراش واشتغلت. وانتم شفتوا بان الحصيله اللي هي نصف الولايه عامين ونص نجزوا بزاف ديال الاوراش اللي كان صعيب ان شي واحد يتطرق لهم في ظل يعني المشاكل والمعيقات اللي شهدتهم هذه الحكومه منذ توليها منذ 7 اكتوبر 2021. كانوا بزاف ديال المشاكل، كان كورونا، كان الجفاف، من بعد الزلزال عاوتاني ديال الحوز، ولكن مع ذلك استطاعت الحكومه انها تنزل الوعود ديالها للمواطنين وتحقق عده انجازات وهي مستمره. وحنا كلنا ثقه في السياسه الحكيمه ديال صاحب الجلاله اللي كتنفذ الحكومه الحاليه التوجهات ديالو بسلاسه وبنجاح، وتجد التمويلات يعني المواتيه، وتقنع الشركاء الدوليين والمؤسسات الاقتصاديه انها تثق فينا وتدعمنا في التمويلات وتشارك معنا في الاوراش الكبرى. وكنتمنوا الخير للبلاد ان شاء الله، والقادم اجمل ان شاء الله.